احنا معانا تليفون تاني، معانا دكتور الحسيني الشناوي، دكتور التغذية بتاع فاطمة، واللي بيحافظ لها على الشكل الخارجي بتاع العضلات. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، ومساء النور على كل الحاضرين عندكم في الاستوديو، كابتن فاطمة طبعا وكابتن خلود. انا يعني شايفة شغل هايل هايل هايل. بصي، هي الـ قبل ما يعني طبعا الفضل يعود اولا واخيرا للكابتن فاطمة على الاصرار بتاعها. يعني الاكل في المواعيد، التمرين في مواعيد معينة، النوم في مواعيد معينة، اكنها في كتيبة عسكرية. النوم، هو النوم بيأثر كمان على شكل العضلة؟ لا، هو مش بيأثر على النوع وعلى الشكل العضلة، هو الاستشفاء والنوم في مواعيد معينة بيخلي هرمونات زي هرمونات النمو والميلاتونين، الهرمونات دي كلها تبقى مظبوطة، فتبقى الأجواء مهيئة لنمو العضلة. معلش يا دكتور، بقى ده يعني ده سؤال شخصي مني لحضرتك، المفروض ايه مواعيد النوم الصحيحة؟ بصي، كل ما كان بدري كل ما كان احسن، عشان الهرمون بتاع النمو بيوصل للاعلى الدرجات بتاعته تقريبا ما بين الساعة 10 والساعة 12 بالليل. فبتدي الناس لازم تكون نايمة الساعة 10 بالليل، عشان الهرمون لما يطلع او يتم افرازه، قصدي يبتدي يلاقي العضلة ويلاقي الجسم، انسان بيبقى نايم فيقدر ان هو يعمل الاستشفاء بالطريقة الصحيحة. مش مهم ان ينام 8 ساعات، في ناس بتنام من الساعة 2 الصبح لغاية الساعة 10 الصبح وتقول لك ما انا بنام 8 ساعات. لا، حضرتك لازم تنام بدري علشان الهرمون بتاع النمو يكون وصل لاعلى معدلات. ده برضو زي الحرق برضو كده يا دكتور، مش كده؟ نفس برضو المواعيد. الفكرة كلها ان كل ده يعني احنا في الـ في الـ في الـ في الكيس بتاعت فاطمة، الهدف انها تحصل على كارت الاحتراف وتبقى اول بنت بتنافس في الفيزيك السيدات، دي فئة اقل شوية من البودي بيلدينج بتاعت السيدات. لكن هي لما جات لك يا دكتور وقالت لك انا عايزة اعمل كمال اجسام، ما تخضتش؟ لا خالص، احنا مشكلتنا في المجتمع الشرقي بتاعنا ان احنا بنحب العضلات على الست في الاجانب بس مش في المصريين والعرب. صح. واحنا ممكن ان احنا نشجع الرياضة دي، يعني اذا كان كابتن فاطمة، اذا كان كابتن خلود، كل دولت مع مرور الوقت الناس هتبتدي تمشي في نفس السكة، ودي سكة ان الواحد ياكل صح، وان الواحد يتمرن، وان الواحد يطلع طاقته في حاجة ايجابية، وان يبقى عنده اصرار ان هو يوصل طب هي كانت وزنها مليان لما جات لك، ولا كانت بس عايزة تبني؟ لا لا لا، فاطمة كانت محتاجة عضلات. يعني كان بالظبط احنا كنا بنبني عمارة مع بعض. اوكي. ما انت شايفه ما شاء الله عليها، يعني كل امنياتي ان انا اشوفها في القريب معاها الكارت الاحتراف بتاع الفيزيك وتنافس في بطوله عالميه، وانا شايف انها مؤهله لكده جدا. وطبعا عايز اشكر قناه المحور انها ابتدت تهتم بالرياضات غير الكوره، عشان احنا المجتمع بتاعنا للاسف، لا انا بقول لكم كده، احنا لو اتصرف على كمال الاجسام او اتصرف على رياضات ثانيه نفس المبالغ اللي بتتصرف على الكوره، الناس دي سفره في الخارج لينا. يعني اذا كان في رياضه كمال الاجسام، اذا كان في اي رياضه تانية، رياضه فرديه، رياضه جماعيه، الحاجات دي لو اتصرف عليها فلوس المردود بتاعها هيبقى قوي جدا. صح. احنا بنشكرك يا دكتور على المداخله التليفونيه دي.